الشهر الاول درت الحصه الاولى، حصه الدوزيام طاح شعري. كان وليدي مازال ميم با في القماطه، مازال صغير، ما درش شهر ولا ما درش 20 يوم حتى. وكنت كان شعري تلمو، كان يطيح، قطعته قصير. ومن بعد كي قطعته قصير بقى يطيح. واش وليت كي نفتح له الفراش تاع الكوفيرطا نلقاه كاع معمره بالشعر، شغل وانا زعما غير نعطي له البيبرون ونحطو نلقاه الشعر بزاف طاح فيه. من بعد خفت عليه، خفت تلوالو الشعر في يده ولا، رحت حففت شعري كامل. نشفى كي كنت رايحه نحفف شعري، رحت للراجل قلت له وراي الطوندوس غباه ما بيش قاوين في الدار. ما حبش يجبدها لي، حبوت لعند ماما قلت لها عطيني الطوندوس. قالت لي علاش؟ قالت لي خليه. من بعد ما حبتش تعطيها لي، عيطت لبابا. بابا قال لي خليه، قال لي بالك يعاود يشد. شغل ما تقلقت، على بالك انا كان على بالي واش كاين، هما اللي ما حبوش يفهموني. بديت ندير لها هكذا في شعري، هكذا هكذا هكذا، تعمر جبل شعر. قلت لها هذا يشد زعما. ما وليت انا كاع بيضه. قالت لي هاك، عطاتني الطوندوس. رحت للدار، حتى واحد ما معايا، غلقت الصال دابا نحيته. راجلي انا درت فيديو حففت فيها شعري، راجلي نهار شاف هذيك الفيديو، شافها صباح ربيعة 8 تاع الصباح، انا كنت ندير في القهوة، جا ليا قال ما جاش ليا، استغفر الله. رحت ليها كرفت لاكوات، لقيته مسكين يبكي. قلت له واش بيك هكا؟ شفت التليفون لقيته يشوف الفيديو تاعي. قلت له برك انا ملبكة، انا ما نسحقش دموعك، راه جيب لي كاش تليفون شباب.